تلقى التفكيرات المتفضلين يجي من من اللي كيقطعوا ليه الورقه من كيقطع في التيكي في التونيكي وكيدخل كينسوه كي كأنهم عندهم حتى شي علاقه به ما كيعرفوهش عما شي واحد جا كاين كي حتى كيتفكروا الانسان كيتفكروا الانسان كيبغي يهلوه بديك الحقه درنا قرعه ملي كانت تضيعوا شحال هادي حنا درنا قرعه غتربح طوموبيل غتربح طيانه داك الكذوب ديالهم ديك الساعه كيتك من غير داك الشيء والله ما كيبقاش تفكروا شي انسان دخلتي للملعب صافي كينساوك وليتي انت كتنتمي لعالم اخر لا علاقه لهم بعالم الكره ولا بالمسيرين ولا بالفريق مي سي سا لو بروبليم هذا هو لو بروبليم مي الانسان يتساءل والله العظيم من وقت كتمشي لتيران راه كنتساءل انا واحد النقطه قانونيه كنقول علاش تفرض وقعت لك شي حاجه ولا شعلت العافيه ولا كذا شنو شنو غيطرا وبالمناسبه انا كنوصي الاخوان بمناسبه الرجوع الى تفتح الباب ورجعوا الناس كنوصيكم لو تيكي لو تيكي لو تيكي صحاب لاكارت راه عندو لاكارت ديالو عندو ما كيخدم ولكن لو تيكي عمركم ما ترميو التيكي انا كنقولها لكم لان لو تيكي داك الطرف اللي كيقطع وديما ملي يبدأ يقطع بنادم ما تخليهش يقطع كل شيء وديما عطيه نقول له عطيني داك الجدر. عطيه ليا ديال المقابله بغيتو وديرو في جيبك راه داك الجديد اللي كتحكرو انت راه ينفعك في ظروف صعيبه يقدر ينفعك فهمتي لانه هذاك الجديد هو الدليل على انك كنتي في الملعب باش الا وقعت لك شي حاجه تهرستي او لا طاح عليك شي حيط او لا بحال داك النهار الناس كانوا كيتفرجوا حتى طاحت عليهم واحد الجعبه ديال الشتاء كانت الشتاء كتصب واحد القادوس طاح عليه على واحد أه سميتو أولاً مثلا كا كا غير كيكون التزاحم وكيطيحوا عليك انت لتحت كتبقى تهرس شي حاجه كيمكن لك تدعي الشركه المكلفه بصيانه الملعب بالتنظيم هذيك كذا ايفنت يمكن لك تدعيها امام المحكمه ف الحجه باش غتثبت بانك كنتي في المحكمه كنتي في, في, في الملعب هي ديك الجديه ديال ديك التيكي فحافظوا عليه هذا اللي كنقول وكنتمنى ان شاء الله السلامه لجميع الرجويين والجميع الجماهير المغربيه تنظن تنظن بانه وسميتو بالمناسبه نقيت بعض الارقام والله العظيم انا كنتعجب لا ماشي ما كاين لا اسيرونس لا والو لا شوف خويا بين ما لونغو كذب عليك كذاب يقول لك ما كاينش اسيرونس هما ملزمين شي هما ملزمين عندك عندك الشركه المكلفه بالتنظيم ملزمه انها دير اسيرونس ديال التانه انت دي شنو نقول لك راه غير هما كيديروا داكشي اللي بغاو بعدا اول حاجه مبدئيا المكلف التنظيم اللي مسؤول القانوني على الملعب راه هو الفريق المستقبل هو فريق الرجاء البيضاوي بمسيريه من ازل هما اللي مسؤولين قانونا امام القضاء اش كيوقع كيوقع انه الملعب تعطى أه مهمه تسييره وتنظيم الدخول وتنظيم المباراه لشركه كازا ايفنت تعفقين. كل شيء حسب العقد العقد اللي بيناتهم انا ما قاريهش اذا إيه كان العقد كيقول كي بانه شركه كازا ايفنت مكلفه بالتنظيم في المقابله بتنظيم المقابله وبالملعب وسكتوا ما قالوش التفاصيل راه مسؤول على الملعب كامل يتهدى شي واحد في الملعب كازا ايفنت يدعيهم اذا كان في العقد بانه تنحصر مهمة كازا ايفنت على تنظيم الأبواب والدخول من الأبواب فهنا انتهت المهمة ديالتها في الأبواب وكتبقى لونسينت لونسينت دو ستاد وداخل الملعب هو مجال للمسؤولية القانونية للنادي المستقبل اللي هو فريق الرجاء البيضاوي فخصنا هاد المسائل نوضحوها وتكون واضحة داكور لهذا مسألة لاسيونس كدابها كذاب اللي اللي مسؤول الملعب سواء كان الفريق او كان كازا ايفنت ملزم قانونا انه كينظم واحد التظاهره كيخصو يدير اون لانه هو سيستقبل جماهير شي داك مو السينما مو السينما ملزوم يدير اسيرونس لانه علاش حيت يستقبل جماهير ودوك الجماهير هناك هناك امكانيات للتدافع كينظم ان سبيكتاكل كاين امكانيات التدافع كاين اللي ممكن توقع تشعل حريق كان بزاف الاحداث تقدر توقع فديك الاحداث ممكن ترتب عليها مسؤوليه مدنيه لهذا ملزم بابرام عقد تامين على محل عرضه لذلك العرض سواء كان رياضيا او سينمائيا او فنيا او غير ذلك. ف قلت لكم انايا كنت كندوي على المثال ديال التنظيم وشوفوا المصيبه العظمى ها هما مثلا عطاو كاع 50 تصوروا انه الطاقه الاستيعابيه ديال المركب محمد الخامس اللي هي يعني كنا بعدا واحد القضيه باش تعرف واش كنقولوا وحتى الارقام ما متفقينش عليهم اصاحبي. وكل موقع كيعطيك رقم دابا تصوروا كاين اللي كيقول كي 67 الف مقعد اللي كاينه في مكتب محمد الخامس وكاين اللي كيقولوا 45 الف وكاين وحدين اخرين كيقولوا 80 الف وحدين اخرين كيقولوا 100 الف فهاد الناس انا بغيت نعرف هادو علاش كاين التناقض في المعلومات هذا مصيبه عظمى راه شوفوا حنا كنا بغينا ندوا لا كوب دي موند اصاحبي اكبر ملعب عندنا في لوغوي وما عارفين شحال من كرسي فيه بغينا ندوا لا دي موند سي شي مشكل راه راه شي, شي الاحصائيات وبالمناسبه تحيه للسي البوهاني شي الاحصائيات ومش المعلومات الرياضيه راه كتبين لك درجه تطور الشعوب في مجال الرياضه راه ما عندكش ارقام وما عندكش هذه المعلومات مضبوطه راه ما عندك والو راه عندك غير العشوائيه راه كيما الناس كيهملوا هذه المعلومات كيما كيهملوا مسائل اللي اهم من هذه المعلومات حيت راه بنادم هو هذا كيما كيحكى الصغيره راه كيحكى الكبيره دونك تصوروا انه ولكن اغلب الناس يعني واحد جوج ولا ثلاث مواقع تيقول لك انه كاينه كي سبعه كيقول كي لك كاينه 45000 45000 كيقول لك منها 25000 مقعد مغطى في التريبين تصوروا كيما قلت قبيله 25000 عندها 100 طواليت قسموها على شحال غاتجيك ما تجيك النوبه حتى حتى الغدا وعاد انه مع الكثره وداك الضغط وهذه الانسان كيوليها كيرمي في داكشي ديالو كيف ما كان كيف ما اتفق ما عندوش حتى الوقت فاش وحتى الماء ما كيلقاش بعض الماس كيبغي يرش الماء ما كيلقاش الماء اذا اذا هنا هنا كتشوف نلفريد دابا دارو 50% شدوها 45000 45000 شحال جات جات 22000 22500 نقولوا 23000 واش 23000 ساهل تنظمها؟ 23000 متفرج والسهل تنضمها تنظمها وتفرقهم وتحضيهم واش بعاد على بعضياتهم واش لكم الكمامه كاملين واش جالس كل واحد كرسي بينو وبين لاخر وملي غيمشي للطواليت واش غادي يحترم داكشي واش هادي مع الاساس مع الاساس دابا هادشي كله هادشي كله يعني خص واحد التنظيم كبير وخص واحد الحرص كبير وكيخص كيخص خدمه خص خدمه على اعلى مستوى ياخذ الناس اللي ساير اور سيريو الى بغاو يوصلوا لشي حاجه